عارفه في شاديه بتغني وحاجات كده. كان في حاجات ده كان كتير فرح مين اللي فيه كلهم شاديه؟ بييجوا. ونانا فرح نانا ده لم شادي كل عبد الحليم الله يرحمه، عبد الحليم، عبد الحليم حافظ. طبعا طبعا عبد الحليم ده كان اهم ده. حاجه لميس في طبعا طبعا في حياتنا. كان جه هو كان قال لي لبنى عايزه تغني، عايزه اغني لك ايه في الفرح؟ فقلت مين عبد الحليم بذات نفسه. يا حبيبي بذات نفسه أوه. كان جميل قوي 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 قوي. بعدين غنى للرئيس احلى اغاني. عاش 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 اللي قال صحيح. فقلت له نفسي عبد الحليم انت وشاديه الدويتو اللي كانوا حاجه غريبه. ايوه هو ده اللي فبقول له اتصوري. قال لي مش عارف ما رضيوش. هو قلت له طب خلاص غني لي الهوى هوايه. هي كانت موجوده وهي غنت. هو كل واحد غنى لوحده بس ما غنوش مع بعض. ما طب فاكرين الافراح؟ فاكره فرح الكانون؟ طبعا. طبعا. ايه بقى اللي كان مميز في الافراح دي؟ دايما كنا نتفرج على فيديوهات الافراح دي ونبقى سعداء جدا قوي قوي قوي. الفرح كان جميل. بصي كنا كلنا فرحانين قوي قوي قوي. انا كانت انا الوحيده اللي كنت ما صدقتي اساسا. كنت عماله من زمان امتى يا بابا هتعملي فرح؟ امتى هتعملي فرح؟ والله فيعني كنا في اسكندريه وكنا في يوليا. مش قادره اقول لك. كانت الحقيقه ماما الحقيقه كانت بتبقى شايله. ما كناش بنعمل طبعا. حاجه يعني كنا بنبقى قاعدين بس يا دوبك بلبس وبتسرح وما بعملش حاجه خالص. فالحقيقه الفرح كان عارفه حبايبي كلهم وانا حاسه بقى ان انا مهمه. يعني انا المهمه النهارده. انا عروسه النهارده. كانت الحقيقه احساس جميل. يعني بابا في فرحك يا نانا قال لك ايه؟ حضني قوي وقال لي يا بنتي خلاص بقى انت كبرتي وبقى لك بيت، تاخدي بالك من بيتك، دي مملكتك. وطبعا تيجي على طول. طبعا يا بابا. بس يومي انا فاكره فرحي كان حلو. لكن اول مره الفنان عمر الشريف يجي مصر. ايوه مظبوط. اجي بقى فرحي كان اول ما نزل مصر.